الرأي يناقش اليوم تداعيات حادث المنصورة والموقف من جماعة الإخوان ويصدر قرارات بشأنها في إطار الأحكام القضائية الخاصة بحظر الجماعة. إدانات محلية ودولية لحادث تفجير المنصورة الذي راح ضحيته 15 شهيدا و105 مصاب، وجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية تتبنى العملية. الرئيس منصور يلتقي اليوم ممثلي العمال والفلاحين في إطار جلسات الحوار الوطني حول خارطة المستقبل. تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم. يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من القضايا الهامة وفي مقدمتها حادث مديرية أمن الدقهلية الإرهابي، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية. كما يناقش المجلس موقف تنظيم جماعة الإخوان والسبل القانونية لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية. ومن المقرر أن يصدر المجلس قرارات بشأن جماعة الإخوان في إطار الأحكام القضائية الخاصة بحظر جماعة الإخوان. كانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت حكما يقضي بحل جماعة وجمعية الإخوان ومصادرة أموالها، كما قرر البنك المركزي تجميد حسابات وأموال 155 جمعية أهلية وفقا لهذا الحكم. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قد شدد على أن مرتكبي التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية لن يفلتوا من العقاب، وأصفا الهجوم بأنه أبشع أنواع الإرهاب الذي تتعرض له مصر. وقال الببلاوي إن حادث المنصورة استمرار لسلسلة طويلة من عمليات الإرهاب، وشدد على أن الدولة تقوم بتنفيذ الأحكام التي صدرت بحظر نشاط الإخوان بكل صرامة. استمرار لسلسلة طويلة من عمليات الإرهاب، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية والاعتداء على منشآت حيوية في البلاد، وصولا إلى حادث الاعتداء على مديرية أمن الدقهلية والذي راح ضحيته العشرات ما بين قتيل وجريح. قرر مجلس الوزراء تنفيذ الأحكام بكل صرامة اتجاه جماعة الإخوان المسلمين وأي جماعة إرهابية، وذلك عقب اجتماع اللجنة الخاصة بتنفيذ حكم حظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين. وقدم الدكتور حازم الببلاوي تعازيه لأسر ضحايا الحادث. ما حصل بالأمس بلغ ذروة الإساءة لهذه الأمة. أنتوا عارفين أنه في صدر أحكام بحظر نشاط تنظيم الإخوان والدولة بتقوم بتنفيذه بكل صرامة، لكن اللي شفناه امبارح بينقلنا نقلة نوعية في حجم الإرهاب. أوضح الببلاوي أن الإرهاب ظاهرة موجودة يقوم بها أفراد وتنظيمات، مشيرا إلى أن الإرهاب له جوانب مجتمعية وسياسية وأخلاقية وقانونية. نحن في مواجهة مظهر من أبشع مظاهر الإرهاب، ولن نسكت عليه وسنواجهه، ومن قام به فردا أو جماعة هو إرهاب. أكد كذلك على أن الهدف من العمليات الإرهابية هو عرقلة خارطة الطريق وعمليات الاستفتاء القادمة، والتي لن تتراجع الدولة عن تنفيذهما. مع تصاعد وتيرة الأحداث الإرهابية والتي يدفع ثمنها الأبرياء من أبناء هذه الأمة، يجب على الحكومة والدولة الاطلاع بمسؤوليتهم اتجاه هذا الظرف التاريخي والذي لن يغفر فيه لأحد أي تقصير. من مجلس الوزراء، منذر أبو دوح، النيل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير الأحرار. أستاذ كمال، بعد التحية، يعني اليوم هو الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، هل لديك أي تسريبات عن أبرز الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في هذا الاجتماع، خصوصا أنه يعقد في ظروف استثنائية؟
هو كما ذكرت حضرتك هذا الاجتماع بيعقد في ظروف استثنائية، وبالتأكيد فإن التفجير الإرهابي الذي تعرضت له مديريه أمن الدقهلية يكون هو الموضوع الرئيسي الذي يفرض نفسه على اجتماع اليوم. أعتقد أن وزير الداخلية سيقدم تقريرا مفصلا بشأن المعلومات المتوفرة حتى الآن بشأن ظروف وملابسات الحادث، ويعني آخر معلومات بهذا الشأن، وأيضا سيتم عرض الإجراءات التأمينية التي تتخذها وزارة الداخلية لتأمين كل سواء منشآت الداخلية أو المنشآت والمرافق العامة في الدولة والمواطنين بشكل عام. وأيضا سيكون هناك بحث لإجراءات وخطة تأمين الاستفتاء بحيث لا تحدث ما يعكر صفو هذا اليوم من أي أعمال عنف أو غير ذلك. ويعني سيكون الوضع الأمني بشكل عام في القاهرة والمحافظات يعني سيأخذ حيزا هاما جدا من حيث كل الإجراءات التي تتخذ بالتعاون والتنسيق بين الشرطة والجيش لتأمين المواطنين. طب أستاذ كمال، يعني بغض النظر عن الضغط الشعبي لإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ما هو الخطوات أو ما هي الخطوات التي تتبع في مثل هذه الحالة؟ المسألة مرهونة بحكم قضائي، هل هذا صحيح؟ وكما يعني حسب التصريحات المتوالية من مسؤولي مجلس الوزراء فإن الأمر يتطلب حكم قضائي، لكن أيضا مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم سيبحث كل ما يتعلق بملف تنظيم الإخوان سواء من ناحية الحكم الذي صدر بحظر التنظيم ومصادرة أمواله وما تم تنفيذه حتى الآن وما تم من أموال وجمعيات. يعني البنك المركزي أول أمس يعني صادر أموال أكثر من 1055 جمعية. لكن أستاذ كمال، يعني حتى نضع المشاهد في الصورة، الإخوان المسلمين أصدرت بيان يدين هذا الحادث، من تبنت العملية هي جماعة أنصار بيت المقدس، هل هناك من فارق ما بين التنظيمين أو الجماعتين؟ يعني هو بالتأكيد هناك فوارق بين التنظيمات التكفيرية المتطرفة، بعضها يتبنى دائما أو قائم على أعمال الإرهاب وتكفير المجتمع، البعض أقل تشددا. أعتقد أن التحقيقات التي تجري حاليا ستبين يعني إن شاء الله أن تصل قريبا إلى المجرم ومن كل من حرض أو نفذ أو شارك أو يعني لينال جزاؤه. إنما يعني يمكن الإجراءات اللي بنناقشها مجلس الوزراء هي أيضا إجراءات يعني لا ترتبط فقط فيما يتعلق بجماعة الإخوان، لا ترتبط فقط بهذا الحادث الإرهابي، إنما كانت إجراءات طبقا لحكم قضائي كان قد صدر من قبل وهي فيما يتعلق بحظر نشاط الإخوان. فيما يتعلق بإعلان الإخوان جماعة إرهابية، أعتقد أيضا أن الأمر له جوانب قانونية. يمكن بالأمس الدكتور حسام عيسى كان له تصريح أن إعلان الإخوان كجماعة إرهابية طلب إصدار قانون للإرهاب لتعريف الإرهاب، وحتى الآن لا يوجد قانون محدد للإرهاب. أشكرك أستاذ كمال ريان، نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار، شكرا لك. أكد السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرار إضراب جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية متوقف على قرار من قبل السلطة القضائية. وأوضح المتحدث أن دكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قال إن الجماعة على المستوى الفكري والسياسي جماعة إرهابية. وأشار المتحدث إلى أن النائب العام هشام بركات يبحث ويجمع دلائل ومعلومات تكفل اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وأنه في حال تقديم النائب العام طلبا باعتباره الجماعة إرهابية سيتم الاستجابة لهذا الطلب بسبب الأعمال الإرهابية المتكررة التي تقوم بها عناصر الجماعة. أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد في أنحاء البلاد لمدة 3 أيام على أرواح شهداء مصر الأبرار الذين اغتالتهم يد الإرهاب الآثمة في الحادث الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية. وقالت الرئاسة في بيان لها إن دماء وأرواح الشهداء لن تذهب هباء، وسيعاقب أشد العقاب كل من سولت له نفسه سواء بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو الاشتراك أو التنفيذ. وتعهدت الرئاسة بأنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية للزود عن الوطن والحفاظ على أرواح أبنائه. وأكدت الرئاسة أنها ستتخذ القرارات اللازمة إزاء القوى الخارجية التي تواصل تدخلها في الشأن المصري الداخلي، وتشدد على أن الأمن القومي المصري يسمو فوق أي اعتبار، وأن أرواح أبناء هذا الوطن لا يمكن مقايضتها بأي علاقات أو أواصر أو مصالح.
ألقت سلطات مطار القاهرة مساء الثلاثاء القبض على قيادي إخواني بتقهلية يدعى ياسر عادل يونس راشد، والذي يشتبه في تورطه في الانفجار الذي استهدف مديرية أمن التقهلية، وذلك قبل هروبه إلى تركيا. كان أهل المنصورة قد أدوا صلاة الجنازة على شهداء الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، وردد المشاركون هتافات تطالب بالقصاص من مرتكب الحادث. أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في معركة البلاد ضد قوى الإرهاب الأسود، وأضاف وزير الداخلية خلال تفقده لموقع الانفجار إن العمل الإرهابي لن يتمكن من عرقلة خارطة المستقبل. رفعت البركه ساعتها. ساعتها في الوسط هنا، ساعتها في الوسط هنا يا باشا، العمود الطويل ده وراه بمسافه مثلا 10 سنتي في نص الشارع. وزير الداخلية السيد محمد إبراهيم في موقع الانفجار بالدقهلية والذي أسفر عن استشهاد 13 من رجال الشرطة والمواطنين، وانهيار واجهة المبنى الجانبي للمديرية، وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة، المسرح القومي، وإتلاف الكثير من سيارات الشرطة والمواطنين. وزير الداخلية التقى بعدد من القيادات الأمنية بموقع الحادث، وشدد على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في معركتنا ضد الإرهاب الأسود. إحنا كلنا بدءا مني لأصغر مجند في الوزارة مصرين على أن إحنا نقضي على هؤلاء، وما يفتكروش أبدا أن حادث زي دوت هيرهبنا وهيخوفنا، ده هيزيدنا إصرار على مقاومتهم وعلى محاربتهم وعلى القضاء عليهم، وفي القريب العاجل بإذن الله. الوزير أكد أن مثل هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تفسد الخطط التأمينية التي وضعت لتأمين الاستفتاء واستكمال خارطة الطريق. في خطة أمنية معمولة، وده مش هيأثر أبدا على الاستفتاء، والاستفتاء ليه خطة محكمة بإذن الله هتتم. ويعني احنا يمكن انا بعد فضل اعتصام رابعة والنهضة انا قلت، طلعت في بعض القنوات وقلت ان دي مش النهاية، الفضل بتاع رابعة والنهضة، ولكن دي بداية لمواجهة العناصر سواء اخوان او العناصر التكفيرية اللي موجودة. الوزير قام بزيارة مصاب الحادث من رجال الشرطة والمواطنين الذين يتلقون العلاج بمستشفيات المدينة، واطمأن على الحالة الصحية لهم، ووجه بفتح أبواب مستشفيات الشرطة لتقديم الخدمات الطبية لكافة المصابين في الحادث من رجال الشرطة والمواطنين، كما وجه بسرعة نقل الحالات الحرجة إلى القاهرة. سيظل رجال الشرطة على عهدهم ووعدهم للشعب المصري العظيم بحماية أرواحهم وأعراضهم وحماية أمن الوطن، مهما تكبدوا من تضحيات تصل إلى حد الاستشهاد. الإرهاب سيواجه بقوة وعنف من رجال الشرطة البواسل، وبمساعدة ومساندة من شرفاء هذا الوطن. محمد علوي، النيل. للمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية السابق. سيادة اللواء، يعني قراءتك الأمنية للحادث وما يستدعيه من إجراءات أمنية لابد من اتخاذها لتجنب تكرار هذه الحوادث. صباح الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. هو تأكيدا للكلام اللي أشار لي سيد وزير الداخلية الآن قبل قليل، وأن أحداث فض رابعة العدوية والنهضة لم تكن نهاية، بل كانت بداية لسلسلة متوقعة من الحوادث الإجرامية والخسيسة لتستهدف شعب مصر وجهاز الأمن بكل أجهزته، ومصرف وزارة الداخلية بكل أجهزتها النوعية والفنية قادرة بإذن الله على التصدي لهذه الموجة الخسيسة، وعندها خطة كفيلة للتصدي ليها إن شاء الله وفي القريب العاجل بإذن الله. نعم، يعني أبرز الإجراءات التي لابد من اتخاذها أمنيا في مثل هذه الحالات. هي الوزارة بما لديها من خبرات عريقة في هذا المجال
بتطلع بخطط كاملة، الناس المختصة بتضع الخطط والقائمين على التنفيذ بينفذوها، وفي تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة المعنية بالأمن وأيضا مع القوات المسلحة بدعمها وبما تتولاه في بعض المناطق. وإن شاء الله كل هذه الجهود تؤتي ثمارها إن شاء الله، ومفيش حاجة ناقصة في الخطط الأمنية. نعم. كل حاجة بتعدي يعني، مديرية الأمن كان قدامها حواجز وقدامها مدرعات، وكل النجمة عمل انتحاري خسيس يعني. يعني حضرتك ممكن تقول لنا ممكن يواجه ازاي؟